الحمد لله رب العالمين، الله يسعدكم وعن النار يبعدكم. هذه انا قاعده عندي اتحياه لكم، وصبحكم الله بالخير وصبحكم وربحكم. وطبعا اليتم انا اللي عايشته، ولله الحمد عشته ولا عشته، تمام، لاني ولله الحمد عشت بين الوالده اخوالي من جهه وزوجها الله يرحمه من جهه، فما كان في تقصير والحمد لله. ولكن مهما كان الحديث اللي يورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وان انطبق علي جزئيه منه، فانا ما تعايشت اليتم بالمعنى الصحيح، واحمد الله واشكره. ومع ذلك كان خبيئه لناس وما علمت به الا بعد 40 سنه. خبيئه لبعض الناس توفوا، يقولون كنا نتمنى انه يقبل منا شيء، لاننا قليلين الايتام في القريه، يعني يمكن القرية فيها 3 لو نبغى نسميهم، بس ما ود. فقلتهم يعني ما هي زي الآن مفتوحة، الوقف في البلد الحرام، ووقف أملج، ووقف ينبع، ووقف خارج وداخل. فكانوا يتهافتون على الوالدة، ولله الحمد يعني الوالدة معها حنا نسميها عفة، أو يسمونها تمام، هي عفة، يعني مع كرامة النفس ما تحب. فواحد منهم دخل ويحلفون بالله انه وضعها في كيس الرز مبالغ. تقول الوالده لما وجدت المبلغ في الكيس، مثلا الجميح ولا اللي يورد الرز، يعطيها هدايا يعني، فكرت. فاخذتها قالت رز هم معطيني هديه فلوس. وفعلا فيه مفاجآت ذيك الايام، تذكرون يحطون ريال في علبه نيدو، ولا يحطون علبه من العلب فيها نص ريال. فجيت لامي قلت اول كيس يجي فيه فلوس. قالت ابد، خير من الله. قلت خلاص خير من الله. وبعدما ذلك تحقق انه واحد يضع في كيس الرز نستقبله يعني نوعا ما، بس عشان ما هم اهانه يعني، ما يبي يكثر عليها، كافاها بطريقه ما تعلم، ولا حد انه يعطوننا. انا اتوقع انهم كانوا يعدونا مصارف من مصارف الزكاه، وكنا نتحرج منها لاننا ما وصلنا لا جوع ولا فقر. ولا انا من الناس اللي لله الحمد يعني، واقولها مو بدعايه لي، انا سقت عمري 11 سياره مازدا ما شاء الله، كنت اطببها في الوادي وفي الباطن. ما يمكفينا هذه، لانك نبي قبل ال 11. لا قبل ال 11 نبي. انا ابو ناصر، اسمع اسمع اسمعوا يا اسمعوا. يوم رحت تصور نبي، وانت رايح تصور سادس ابتدائي، انا يوم اروح اصور طول العمر الجيل اللي معي ومن اعماري واكبر، يعني معنا جيل اللي هم على مستوى عمر التركي يمكن، تمام. اللي هو نسيبي كان يسمى ابن مدحم بن عريفان، وعمرهم اللي اكبر ما ركبوا عزكم الله الحمار. انا من الناس اللي ركبته، كلنا ركبنا. لا في مستوى العمر، لا اسمع، راح يصور من بلد الى بلد، فرايحين نعكس النفوذ خل. فكنت راكب انا ويتيم ثاني موجود حي يرزق، ولا ما في مانع نسميه، سمى العصيمي. فراكب هو قصير، لو نزل من عزكم الله الحمار ما يقوى يطمس، انا خفيف ترميني ارمي اركب. فكان اذا جاي يطلع عزكم الله يتعب شوي، فانزل انا يا مخف شوي يمشي بسرعه، الحق انا ما عندي مشكله. ضحك اللي جاري، ترى هذه لها عبره يعني. لا المسافه ترى الناس ما يتصورون المسافه، 35 كيلو رايح 35 كيلو جاي، لا اله، وطعامنا تمر. انا والله ودي يا ابو ناصر تجيبها بالتفاصيل قبل ما، لانها طويله ولو ما علينا نبيها. فحنا نسميها كيف طلعتوا وكيف وصلتوا، نسميها ابو علي. وطبعا مستاجرين حزكم الله بخمس سريل علي وخمس سريل على اليتيم الثاني، الحمار حزكم الله. الحمار وصاحبه، صاحبه دليله، صاحبه دليله، واللي سوقه هو اللي وكله وشرب. الحمار حزكم الله عمي، وهو مع عمه رجل امه، تمام، توفي بن شافي. فكان انا يعني مالي احد، وهو عمه، وانا عمي موجود بس ما هو. وفي اي فتره، صيف حر وسط، ينقبل الجو لطيف. الكلام هذا يمكن عام يا 86، انا عمري 9 أو 10، راح اصور نسميه انعكس. طبعا العكس رحنا مع البطين، ولما وصلنا المعكس اللي هو في اول المحكمه وعكسنا هذا، الان ادينا الغرض، ما تجيك النتيجه الا بعد اسبوع. العكس يروح للرياض يحمر، العكس اللي هو الصوره حالها، الصوره ثم ترجع لك. طبعا اذا جينا الرجعه، ما احنا جايين ناخذها وندفع 10، نوصي طلبه يدرسون في المعهد العلمي يجيبونها، تمام. فاحنا راجعين، سوى الشخص هذا طريقه، راح للماء نسميها الملحمه، يسمونها المقصبه، واشترى عزكم الله روس، ونسميها روس بطون، روس كروش وكروش، وحمل نص
ونص. طبعا الاجر احنا دافعينه ما دفعناه محمل. ايه من مركوب لنا. ايه فما عاد يتحمل لا واحد يركب. تمام. لان ثقل 10 كيلو 10 كيلو. معناته في مفاوضات. لا ما قلنا بيجي لها نتيجه. فساكتين. ما مجرد انه قام بالعمل هذا بدون اذننا. تمام. ومغدي ومفطرنا. هو لما رجعنا في الطريق كان صلينا الظهر وعطانا قاسمة الله وقال ترى عشاكم عندي غدا عشاء. تمام. فطبخ لنا من الكروش. الله ما طبخ لنا من الروس. نعم. فاحنا نقول احنا معنا اثنين نوع اكيد بكره بيعشينا. ايه. من الروس. من الروس ومن الكروش. اذره نواها للعيال حقينا. تمام. فلما عشانا جيت لامي قالت اعطيتها الخمسه والله رفض ياخذها. لا ها. قلت له رفض وعشانا وغدانا. قال انا يوم ارحبهم ما كنت ناوي ياخذها. تمام. بس قايل لها علشان ما تدور علان وفلان. تمام. هذه الخبايا. إيه هذه والله. هذه من الخبايا. وعايش هو فقير. الله يجزاه. يعني لا تفكرون من أهل الغنى. الله يجزاه خير ويرحمنا ويرحم. والله يغفر له ويرحم. كاف أنا بالتوصيل وحنا اتهمنا أهل محمد قلنا خلى حملنا خلاني أمشي. طبعا أنا الضحية دائما. أنت مشيت في الرجعة. أكثر الوقت ينزل هذاك يعطيني خمس دقائق أركب وهو يركب ثلث. يعني وهو ماشي الأكثر. وهو كل الطريق ماشي ماشينا هو المالك الحمار الكبار. فلما وصلنا وقال لنا العشاء تعشينا قلنا بكره اكيد الروس ما عجنا لا عشاء ولا شيء من بكره. يعني تبون بعد توصيل بلاش وترجيع بلاش وعشاء بعد شهر بعد اسبوع مع اللي جاي من الرياض. وهذه من اللي والله يعني انا للاهميه اللي قد اقولها لكم ولا وبالي. أكثر من يساعد الأيتام كانوا في حاجة. تمام. وأكثر من كان يتوقع منهم أنهم يعطونك هم أقل ما يعطون. تمام. يعني يعني وكانت الوالدة تقول هذا يعني مو مستحق يعني ليش ناخذ حقه رحبه. فلما أجي أعطيه يقول أنا ما وديتكم. يحسون في بعضهم. يحسون في بعضهم. صح. وأكبرهم التجار يعني ما نقول لهم يعني يتوقع منهم أكثر. صح. تمام. ولا قلت لهم شيء قال أنا نعطي عيالنا ونعطي حوالينا ونعطي هذا ولي يعطونهم. تمام. مو يعني اهل الخير لا ولوك انت اكبر دور. والعكوس هي الصور اللي الصور. ما يعرفون. اي العكوس هي الصور. انا ملتفت ما انا بدري انكم تصورون. ما عليك اي والله ابو ناصر.